أخبار اليوم. عز أمريكاك ألف مبروك، كل سنة وانت طيب على رمضان. والنهار السنة دي بتنافس بشدة بالقنوات الفضائية، كلمنا عن المنافسة السخنة بقى والنهار. شوف، كل رمضان في يعني جديد طبعا، ومنافسة الشاشات هي المصلحة المشاهد بشكل أساسي. نحمد ربنا عندنا عدد من الحصريات السنة دي فعلا مسمع وقوي، اللي هو راس الغول لمحمود عبد العزيز، الخنكة لغدا عبد الرازق وماجد المصري، وعندك أفراح الأوبة الكوكبة النجوم، ومنهم طبعا وعلى رأسهم منى زكي. والحقيقة أنه التركيبة مع المسلسلات المفتوحة عاملة حالة مع الناس. ده ما يمنعش أن في حاجات كويسة موجودة على شاشات تانية، لكن هي دي بقى الفكرة، أنه التنافس وتوقع هما اللي بيخلقوا حالة للمصلحة المشاهد. عشان كده بياخد قناة النهار خدت مجموعة من المسلسلات عصر اللي هي انفرضت بيها علشان تجذب المشاهدين. بالتأكيد هو ده بيحصل. حصري في سنة طلعنا من غير ولا حصري، وبرضو الحمد لله كانت التوليفة، الفكرة في التوليفة والتركيبة السنوية. كل سنة وانتم طيبين.